رجعنا لكم في البرايم تايم. صبحوا لكم انتم اللي تعاقدوا بينا في الاستماع، شكرا لكم لاختياركم موجاتنا في صبحيه اليوم. نحيوا العباد اللي قاعده في الدار واللي ماشيه تخدم، طريق السلامه للجميع. نحيوا زادة الناس اللي قاعده تسمع فينا على الستريمينج لايف، تسمعونا زادة وتشوفونا، تفرجوا فينا زادة لايف على الباج فيسبوك راديو ميت ميسيو، باج برنامج برايم تايم باي راديو ميت. صباح النور معاذ. بخير أسامة، صباح النور مروة، أوج الناس كل تبع فينا في برايم تايم. جمعة جديدة، مواضيع جديدة، لكن الموضوع الأهم اللي ديما نحكيه عليه اللي هو فيروس الكورونا. إن شاء الله يا ربي يسترنا وربي يحمي تونس، إن شاء الله تتعدى الأزمة هذه، خلينا نقولوا على خير. الشكر واللوم نتاعك لليوم لشكون معاذ الشريف؟ والله نبداو جماعتنا وسامة كما قلت انت، خلينا نبداو باللوم ومن بعد نرجعوا للشكر باش تلقى الكلام خير واكثر ايجابيه. اللوم في الحقيقه اسامة للناس اللي مازالت كسر في الحجر الصحي، الناس اللي مازالت ماهيش عاطيه احترامها للقرارات نتاع الحجر الصحي. قاعدين نشوفوا في عديد الصور، قاعدين نشوفوا في الاسواق قاعده تخدم، وقاعدين نشوفوا في الناس قاعده تخرج تقريبا عاملين بالعاني. ما نعرفش اذا كان اللاعبين فيها شجعان، واذا كان ما نعرفش شنو التفكير في بالو، مانعته كبيره ولا مانعته كبيره راهو، حتى حد راهو في منع عن الاصابه بهذا الفيروس، وربي يلطف من الناس الكل. راهو الحاله الحاجه الوحيده تو اثبت تقريبا التجارب في البلدان الكل انه باش تكسر انتشار الفيروس هي الحجر الصحي. معناتها نمشيو نقص، معناتها نعيشوا اون رالونتي، نعيشوا بالبطيء، معناتها نقعدوا اكثر ما نجموا في ديارنا. معناتها اذا كان باش نخرجوا جوست باش نقضيوا قضيه، والا باش نرجعوا، والا كيف نحن نجيو نخدموا ونروحوا ديريكت داير، ما نكثروش من التحركات حتى في الاطار الخدمه نتاعنا. يعني وقت تشوف الغسيل باليدين والتفشفيش والمسحان والتعقيم والدنيا الكل، ريان كو باش نحاولوا نقدموا المعلومه للناس، نوسعوا خاطر الناس، كنا نوفر لهم شويه غنيات ولا نوفر لهم شويه برامج ترفيهيه وتثقيفيه وغيره، في المقابل زاده نعطيهم المعلومه اللي ان شاء الله تكون فيابل وتكون صحيحه. ها على هذا ماذا بين الناس تعمل ام تي تي فوق تشد دارها اللي ما نجمش. رئيس الحكومه شفنا القرارات اللي خذاهم، تنرجعوا لهم اكيد من بعد. معناتها ماذا بينا الناس تفهم روحها وتنقص هيك التحليق قدام القهوه مسكر، هي مسكر وانت قاعد قدامها وتحكي مع فلان وتحكي مع فلان. حتى شفنا قرار الرئيس، هاد القرار الرئيس الاخير بالتحجير للتجمعات اللي تفوت ثلاثه من الناس. معناتها ماذا بينا ولو يقعدوا بالزوز بالزوز بالزوز، معناتها ماذا بينا بالله. وهذه التحضيب وراء التحضيب وراء معناتها النصبات هذم اللي موجودين في السوق، ولا القهاوي اللي قاعده تحل، ولو اني قرار اغلاق القهاوي مانيش معها برشا، لكن مثالش مادام يبيع في حاجه غذائيه، عارف الناس تحب الكافيه وتحب القهوه نتاع القهوه، معناتها كان تلقاو طريقه اخرى وشوفوا له محل يقعدوا محلولين ريان كو باش يبيع. معناتها يمكن يعمل شباك ولا يعمل حاجه يبيعها من غير دخول من غير قاعد في القهوه. بالطبيعه ماذا بينا تطبيق الحجر الصحي، الناس يا ولدي راهو ما يجيش، مش معقول اللي قاعدين نعملوا فيه، وخاصه حكايه الخبز. معناتها قاعد نشوف في التصاور، وحتى البارح مشيت خرجت نقضي ورجعت شفت اقبال كبير وغريب برشا على الخبز. معناتها اللي كان ياخذ في خبزه ولا ياخذ في خمسه، معناتها مش معقول. راهو هذا التكالب على الخبز مش معقول ومش مقبول. راهو قاعد يكلف المجموعه الوطنيه، وعلاش حرام نطيشوا؟ خويا كان تقدر باش تاكل خمسه خبزات صحه وبشفاء، خذ خمسه خبزات وكلهم. اما انت محتاج خبزه ونص تاخذ في خمسه خبزات وتروح بهم للدار، انت وخوك يروح بالدار وابوك يروح بخمسه خبزات، معناتها في الدار تلقى بالعشره خبزات مطيشين هكيكه. علاش؟ خاطر رخيص الخبز، خاطر ما يكلفكش برشا، راهو مش معقول. وهذا وزيد ضيع شطر نهار باش تاخذ خبز، لانه الصف طويل برشا على كل الكوش وغيره. معناتها ماذا بينا معناتها نقتصدوا، راهي معناتها وضعيه صعيبه، وضعيه غير طبيعيه. معناتها ماذا بينا شويه اقتصاد اولا، شويه ترشيد في الاستهلاك. سورتو الحكايه هذه خلينا نزيد جوست نقطه واحده معاذ، انه رؤساء البلديات راهم قاعدين يتشكاو برشا من الناس. معناتها قاعدين يدوروا، سورتو البارح فما برشا رؤساء بلديات عملوا فيديوهات نهار حد عشيه، البارح في العشيه، باش يكون معنا ان شاء الله بلديه بن عروس اللي عمل البارح فيديو وقال راني قاعد ندور سواء هو او مصالح البلديه، راهو العباد البرة، العباد اللي 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 يكور، فما ناس تكور معناتها في الحوم، فما ناس معناتها اليوم زاد هذه مشكله كبيره، هذه معناتها الناس ماهيش شدة في الاجراءات، مش متبع الاجراءات. شوف نحط نموذج ايطاليا، نتابعوا اخبار ايطاليا ونتابعوا، مش نتابعوا عدد الاصابات وعدد الموتى وغيره، والله يرحمهم الناس الكل. راهو نتابعوا كيفاش ايطاليا ما احترمتش، كيفاش طلين ما احترموش الحجر الصحي ويستخفوا به، الى حتى راهو البيئه البارح
راهو الايطاليين الى اود البارح مازالوا يسخفوا بالحجر الصحي. الشيء اللي خلى الفيروس الى ميوتي ما نعرفش كلمه بالعربي يتقوى ولا يتطور، الشيء اللي خلاه يضرب ويعمل في حاجات غريبه في ايطاليا، معناتها راهو الفيروس غلب الطليان. علاش؟ لانهم سخفوا به، لانه حتى الاوت البارح مازالوا طليان يخرجوا، مازالوا طليان قاعدين مسهترين كما نشوفوا مناظر هذه. بالطبيعه فما عديد الناس قاعده تحترم الحجر الصحي ونشوفوا هذا ونحييهم والناس الكل قاعدين في ديارهم، لكن فما جزء بسيط وراه واحد برك معناتها شخص به واحد قاعد قادر انه يعدي العشرات والمئات الالاف من الناس. واضح. الشكر. الشكر والله في الحقيقة وليت نعمل عليها كيف أنا الحق هي الأستاذة ولا متاع في لغة الإشارة شيماء العمدوني اللي كان تعرفوا وين تراو الكونفرنس متاع وزارة الصحة، هي اللي تعمل لغة الإشارة واللي هي تفسر للناس ذوي الاحتياجات الخاصة الخطاب وإلا القرارات متاع المعلومة، يعطيها ألف صحة. هي تعمل في عمل تطوعي قاعدة تقدم في خدمة كبيرة برشا ومهمة، لأنه نعرف وشوف أسامة في الأزمات خاصة في الأزمات هذه الصعيبة كما أزمة الكورونا هذه، أنه المعلومة تولي مهمة بدرجة كبيرة في أول حاجة. ثانيا المعلومة تولي الخبر يقولك مقدس أسامة، المعلومة تولي مقدسة، المعلومة يلزمها توصل خاطر الناس اللي ما تعرفش ولا غير قادرة باش تسمع فهمت، هي محتاجة جدا المعلومة وتحتاج تكون يفسر لها، وهي تبارك الله عليها قادة تعمل في الماكسيم أكثر شيء من خطاب متاع رئيس الحكومة على الباج متاعها فيسبوك قدمته معناتها ترجمته بلغة الإشارة في فيديو، تبارك الله عليها ويعطيها ألف صحة ونشكرها ونقولها نواصلوا معناتها نشدوا على أيديها وإن شاء الله تكمل هي وزملائها في تقديم الخدمة هذه خاصة في الأزمة هذه وفي الـ في الـ في الـ الإطار اللي احنا قاعدين عايشين فيه، لأنه قاعدة تقدم في مردود طيب برشا. في المقابل ماذا بينا قيامة اللي تقوم به شيماء يولي مش نجم نقول مناسباتيا، يلزم يكون يولي عادة ويولي تقليد في كل الخطابات المتعلقة بالوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، يجب أنه يكون فما حد حاضر لترجمة الخطاب هذا بلغة الإشارة، لأنه عندنا أخواتنا التوانسة وعددهم محترم وموش شوية أنه ما يفهموش الخطاب هذا، ومن حقه كتونسي مواطن في بلاده أنه يفهم خطاب الرؤساء نتاعو والدول نتاعو، معناتها ماذا بينا كسوة التلفزة التونسية ولا مؤسسة الرئاسة ولا مؤسسة رئاسة الحكومة يكون عندها شخص قار يقوم بالترجمة هذه كسوة على الباج الفيسبوك وإلا وقت البث المباشر، راهو مهم ومهم برشا ورانا نحترمو التوانسة الكل، يلزم يكونوا على غالب معناتها يلزم معناتها تعطي النوع من المساواة في إصدار المعلومة تقريبا شهريه ولا زوز باش تكون زايد على رئاسه الحكومه ولا التلفزه الوطنيه، هانم يخدموا بالالاف مش قاعدين مش يعملوا حتى شيء، معناتها كي نزيدوا واحد شهريه ولا اثنين مثلا في نشره الاخبار قبل كانت موجوده موجوده نحات، وكيف كيف رئاسه الجمهوريه مطالبه وقت خطابات قيس سعيد مطالبه بتوفير شكون، نجم يكون واحد برك ولا يكون اثنين ولا يكون ثلاثه ولا يكون قسم كامل في ثلاث اربع ناس يتم ويتم الاستنجاد بهم وقت فما اي كونفرنس دو بريس، هذا مهم لانه لازم يكون توينسا كل على نفس الدرجه من المساواه. اكيد وان شاء الله تكون معنا شيماء العمدوني بالتليفون ان شاء الله بعد اخبار 8 باش نحكيو زاد على الجمعيه التونسيه لمترجمي لغه الاشارات. شويه اخر نمشيو للغوفيد.